السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي أعزائي طلاب الصف الثاني ابتدائي مدارس أجيال الزرقاء الأهلية، أهلا ومرحبا بكم ومع مادة التوحيد، مادة التوحيد ومع درس جديد من دروس مادة التوحيد، والدرس اليوم بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها أسمع يا شباب، أسمع منكم، أسمع صلى الله عليه وسلم، أقول كل من أسمع اسم الرسول قل صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تعودنا أن مادة التوحيد هي أهم مادة عندنا ندرسها، لماذا شباب؟ لأن التوحيد هو الذي بسببه خلقنا الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون في الأول. ها ما معنى التوحيد يا أبطال؟ ها من يذكرني؟ ها التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إفراد الله، الله واحد، الله واحد، والتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. ممتازين أبطال، نفتح مع بعض صفحة علمة صفحة 20 بسرعة يا أبطال، افتح صفحة 20 بسرعة، كتاب التوحيد معك، كتاب التوحيد، نفتح مع بعض صفحة 20، الدرس بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، افتح الكتاب معايا يا شباب، نقرأ ونفهم. أول ما هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لك أولا من تحب؟ هل تحب أباك؟ هل تحب أمك؟ هل تحب إخوانك؟ هل تحب معلمك؟ بالطبع نعم، أحب أبي، أحب أمي، أحب إخواني، أحب أصدقائي، أحب معلمي، ولكن يا شباب من نحب أكثر شيء؟ نسينا الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى. أول شيء شباب أحب الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك من البشر من نحب؟ من أكثر واحد نحبه؟ أكيد ممتازين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وليكن شعارنا أنا وأنت، نظر الباب الأحمر، أنا أحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا هو شعارنا. ها نقول معايا شباب، انا احب نبيي محمدا صلى الله عليه وسلم، يكون هذا شعارنا. ها كرر معايا، انا احب نبيي محمدا صلى الله عليه وسلم، نكرر، انا احب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الى الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب، المرء مع من احب. اقرا معايا، ذكر انس بن مالك، من يذكر شباب انس بن مالك؟ احسنتم، هو من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ذكر انس بن مالك رضي الله عنه ان الصحابه، من هم الصحابه يا شباب؟ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هم عاشوا مع الرسول وامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا، وهذا الحديث فرح به الصحابه، الا وهو المرء مع من احب. فسيدنا أنس بن مالك ذكر أن الصحابة فرحوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني الإنسان إذا أحب إنسانا كان معه، كان معه أين؟ في الجنة، في الآخرة، في الجنة. المرء يعني الإنسان سواء ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، مع من أحب. فالصحابة فرحوا بذلك، فقال أنس بعدما ذكر وبعدما سمع هذا الحديث وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ونحن نقول ذلك،
ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وعمر. ليش يا شباب؟ لماذا؟ حتى نكون معهم في الجنة. ارفعوا يدك يا شباب. اللهم نشهدك أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وبقية الصحابة. اللهم احشرنا معهم يا الله. قولوا آمين يا شباب. اللهم آمين. الصف الوسط يا شباب، لاحظ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. واجب عليه أبي وأبي وهو وهي وكل مسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واجب، بل ومن أعظم الواجبات. طيب، أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هل نحب أحد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحب أبي، نعم. أحب أمي، نعم. أحب أبنائي، نعم. ولكن يجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس أجمعين. احفظ معايا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس أجمعين. تعودنا في التوحيد لابد من الدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. احفظ معايا هذا قال الصفحة اللي مهمة جدا، لا بد أن نكررها ونحفظها. هنيجي فوق مع بعض اهو، الكلمة بتاعتنا حفظ لازم ندرسها ونحفظها. امسك قلمك يا بطل، اكتب هنا حفظ. معلومات بسيطة هنقرأها ونكررها مع بعض وتصير سهلة. احفظ الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هو رسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة، كان معه يوم القيامة. كررها، من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه. أين يا شباب؟ في الجنة، في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانت عرفت الطريق وانت تصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبه، وكيف أحبه؟ أسمع كلامه، أصلي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أتوضأ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، آكل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء في حياتي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنام مثل الرسول، أستيقظ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نشوف الصفحة اللي بعدها أبطال. لاحظ التدريب اللي فوق في صفحة 21 يقول: أرتب المحبة للأشخاص المذكورين ترتيبا صحيحا بوضع الرقم المناسب في الدائرة. تتفهم عندنا الوالدان، الصديق، الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب الوالدين، نعم، الأب والأم، الصديق صديق الرسول، ولكن محبة من مقدمة؟ زي الأبطال، صح، الرسول رقم واحد صلى الله عليه وسلم، ثم الوالدان، أحسنتم، ثم الصديق، معايا؟ صح، الرسول رقم واحد صلى الله عليه وسلم، ثم الوالدان رقم اثنان، ثم الصديق رقم ثلاثة. طيب يا أبطال، بيقول لك عندك في نشاط نزيل أول، بيقول بالتعاون مع مجموعتي نبحث عن الآيات التي تدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نقرأها بصوت جميل. عندنا شباب في القرآن الكريم سورة اسمها سورة آل عمران، السورة الثانية بعد البقرة. جيب القرآن الكبير موجود عند بابا وعند ماما في البيت، جيب القرآن وافتحه. أول سورة الفاتحة، بعدها سورة البقرة الكبيرة، بعدها سورة آل عمران. الآية 29 والآية 32
تتكلم عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما فكر كده، توضأ وجيب القرآن وافتحه. ثم في سورة اسمها سورة التوبة، وهذه السورة لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الآية 20 و24، حاول بنفسك افتح وتهجد اسم السورة ورقم الآية. لو ما عرفتش استعين بإيه؟ بأحد إخوانك أو بإيه؟ بوالدك أو بأمك. ونقرأ وتهجد هذه الآيات، هنلاحظ أنها تتكلم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا سؤالين يا شباب أو سؤالان. السؤال الأول بيقول: ما حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتفقنا ان محبة الرسول لها ايه؟ واجبة، بل من اعظم الواجبات. محبة الرسول يا شباب ايه؟ من اعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. ثاني، ما حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة. احسنت. السؤال الثاني اقرأ: ما جزاء من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما جزاؤه؟ ها، وش الهدية بتاعته؟ وش المكافأة بتاعته؟ أحسنتم، كان معه يوم القيامة، صح. من أحب الرسول تحت صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة، كان معه يوم القيامة. أحسنتم يا أبطال. وكده بهذين السؤالين نقول قد انتهينا من درس اليوم، وهو ذكروني عنوانه ايه؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونذكر مع بعض الشباب ان محبة الرسول من اعظم الواجبات على كل مسلم ومسلمة، ومن احب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه يوم القيامة. وتذكر الشعار، ما شعارنا؟ هذا هو: أنا أحب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك الأبطال نكون انتهينا من درسنا اليوم. يبقى الواجب فقط، والواجب اليوم سهل وانتم خلاص سبتوه. ما هو الواجب؟ ندرس ونحفظ المعلومات الموجودة في صفحة 20 و21، اللي هي الدرس بتاعنا، اللي هي حفظناه، الشعار بتاعنا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وإن شاء الله تبارك وتعالى ندعو الله أن نكون مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وإلى لقاء آخر ومع درس جديد من دروس مادة التوحيد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى